Nagan Bob. كده بقى التلج راح، ده كده بقت ميه. التلج راح، هي نزلت التلج وبعد كده بقت ميه. التلج راح. المدينة تبقى عالم مية، مدينة مية. يا رب تبقى علينا. المدينة يا ماما تبقى مدينة مية. أنا فاكرة إيه كده. تبقى المطرة؟ تبقى إزاي؟ آه. جديدة نزلت التلج وبعد كده نزلت مطرة. التلج راح. مش عايز أي تلج. عمال يضعوا بقى. يضعوا بقى. خلينا نشوف الكلام ده كله يضعوا. ايه ده عمالة ايه جديدة؟ جديدة يا ماما، انا عايزة يا ماما اطلع دلوقتي. ماما ده حنفية. ايه ده ايه ده؟ ما شاء الله كلهم جايين على الشغل. ماما انا عايزة اطلع، عايزة اطلع، ماليش دعوة. شايفين حبايبي المطرة تحفة. شايفين يا حبايبي، ادعوا بقى كده، ادعوا لأزواجكوا وادعوا لأولادكوا وادعوا لحبايبكوا وادعوا لأمة المسلمين كده. المطر ده حاجة حلوة حبايبي، أنا حبيت أوريه لكم النهاردة. تستمتعوا معايا كده بشكل المطر. الدنيا بقى ايه اتغرقت تحفة. شايفين؟ ادعوا بقى ده خير خير خير، ربنا يجعله ايه خلينا وليكوا كده ان شاء الله. ادعوا كده لفرج ده حلو قوي. ربنا يدي لكل الناس يا رب ويرضي كل الناس يا رب. طيبين الناس الطيبة يا رب. شفتوا الجمال؟ شفت الشارع اتغرقت ازاي؟ شفتوا المنظر؟ حنفية نزل تلج وبعد كده خدها مطرة بقى. شايفين؟ خدتها مطرة. شايفين الجمال؟ قلت اصور لكم تشوفوا معايا النهاردة الجمال ده. ايه رأيكم؟ وريحة المطرة، انا بحب المطرة. مين بيحب المطرة زيي؟ بحب ريحة المطرة قوي والجو ده. بحب الشتاء جدا، من الناس الشتوية، بحب الشتاء قوي. شايفين الجمال والحلاوة؟ يا رب غيثا نافعنا يا رب. ترجع علينا وعلى أمة المسلمين إن شاء الله. شايفين؟ ده واحد بتاع نجناها معدي. رأيكم؟ حبيت أشارككم النهاردة الحاجة الحلوة دي كده، عشان عارفة في ناس بتحب شكل المطر. تحسوا كده الطاقة السلبية كلها بتطلع، بتقفوا كده تتفرجوا على المطرة، تشموا كده الهواء بتاعها، تلاقوا الطاقة السلبية كلها طلعت كده. بتشاركها بدأت تهدي اهي. شايفين؟ بدأت تهدي. لكن بقى الشوارع بقى هتبقى ايه بكرة مطينة. بس جميل، كله خير وجميل ان شاء الله. بصوا خلاص بدأت تهدي. كانت ايه؟ خراطيم مية، خراطيم مية نازلة ما شاء الله. شايفين الجمال بقى والحلاوة وريحة المطرة بقى والشتاء بقى. والشتاء بقى دي تقع جنبي عمالة تستطلع معايا موضوع المطر. والشتاء بقى وإيه، بصوا جمال الشتاء بقى قرب ويهل علينا بقى كده. محبين الشتاء بقى، أنا من محبين الشتاء. بصوا جميل جميل جميل. بصوا الحلاوة، عمالة بتمطر بقى لها نص ساعة. خدوا بالكم الجمال والحلاوة.
سايباكوا تستمتعوا كده بمنظر المطر ده. كده هدت شويه، كده هديت شويه على فكره، بس نزلي التلج على فكره في الاول، يا دوبك 5 ثواني كده نزلي التلج وبعد كده نزلت مطر. بحر بقى، بحر، الشارع بقى بحر بقى. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم كده وخد الطاقه السلبيه كده المطر اللي شفتوها النهارده دي. يلا سلام يا حبايبي.